اهلا يا استاذ عادل، الاستاذ فتحي الخبير كان هنا وسال على حضرتك من شويه. متشكر قوي يا سامي، متشكر قوي. استاذ عادل، الخبير سال على حضرتك من شويه. سال عليا لسه سامع ايه اللي دلوقتي احسن؟ متشكر قوي. هاي مستر مصطفى. مستر مصطفى عادل جوزي. اهلا عادل بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا هجيب لحضرتك عصير البرتقال المخصوص يا استاذ عادل. والمدام تشرب ايه؟ قهوه ساده. ماشي. شيك قوي اللوكيشن ده يا عادل بيه، وواضح انك معروف قوي فيه. والله يعني صراحة يعني المكان ده بيعتبر بيتي على طول، ببقى هنا. ثانية واحدة، أنا آسف بس أرد على التليفون. ألو؟ أيوة. لا، ما هو الخبير جه من شوية وما لقانيش وهيجيلي تاني، وهو خد القطعة وإن شاء الله هيجيبها على طول. ماشي ماشي، أول ما يمشي هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. برضو هتعمل اللي في دماغك يا عادل؟ جرايا يا رانيا، ما احنا ما قدمناش غير كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. بقى انا عايز افهم يعني في ايه بقى استاذ مصطفى؟ متهيألي المدام قالت لحضرتك ان ليا عليها شيك بمئة الف جنيه مقبول الدفع. ايوه، مع حضرتك انا عايز اعرف يعني المئة الف جنيه دول الخسائر اللي هي سببتها كانت عباره عن ايه؟ عادل بيه، انا صياد، والصيد علمني ان كل سمكه وليها طعمها. طبعا، وكل هبله وليها عذرها. ايوه، وكل سمكه وليها شوكتها يا عادل بيه. ايوه بس حضرتك، يعني احنا السمكه بتاعتنا دي في ليه ما فيهاش شوك خالص؟ دي تتاكل حاف في حضرتك. بالظبط يا عادل باشا، وانا الصيد علمني اني احط الطعم وارمي سمكه القطو، تطلع لي بطلعلط في الهواء، اوزنها واقبط. ايوه، يعني حضرتك شغلك كله من الهواء يعني. ايوه، والست بتاعتك ليه عليها شيك بمئة الف جنيه مقبول الدفع، يعني الحبس يا الدفع، والقانون لا يحمل مغفلون. لا لو سمحت، لو سمحت، نصبت عليا قلت اوكي وبمزاجي، لكن تشتم ما اسمح لكش. برافو عليك يا رن. هو ده استاذ عادل، الخبير جه. الخبير جه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللي انت عامله ده، اللي انت لابسه، قلت لك تلبس لبس خبير، جايب لي لبس مخبر. ايه يا دولا، ما انا اللي اجرت منه لبس، ما لقيتش لبس خبير فقلت اجتهد بقى. تجتهد ايه؟ انا قلت لك اللي انت عامله مسترخص شنب يخرب بيتك. ما هو غني الثاني يا دولا بقى. المهم خش على الشغل، خش على الشغل. دي حته اثار فرعونيه اصليه 100%. والحتة الآثار الفرعونية دي بترجع أصولها لأسرة من الأسر المنتجة. أسرة منتجة إيه؟ وأنت جاي تبيع سرير ودلاب. ودي يا أستاذ دولا ما يقلش تمنها أبدا عن 2 مليون جنيه استرليني فقط لا غير. تعمل شيك. يلا، متشكرين قوي يا استاذ فتحي. عجبتك. متشكرين قوي. طيب انا هسبقك بقى على البازار يا دولا. عادل افرض حد مراقبك دلوقتي يقول ايه؟ بتهرب اثار يا عادل؟ ما تقلقيش، مين يقدر ياخد باله من حاجه زي كده؟ واضح ان شغلتكم فيها مخاطر كتير قوي يا عادل بيه. خليك في حالك، المهم انا في شغلانه في ايدي ان شاء الله يعني هيجي لي منها مبلغ محترم، هسدد لك ال 100 الف جنيه اللي على المدام. انا ممكن اخلصها لك يا عادل بيه واللي انت عايزه. مش انت برضو بتشتغل في تهريب الاثار؟ ايه ده، انت عرفت ازاي؟ مش قلت لك ممكن حد يعرف؟ دي شغلانه خطر قوي يا عادل. ولا خطر ولا حاجه يا هانم، انا ممكن اخلصها له والله، واللي انت عايزه هتاخده يا عادل بيه. عموما ما دام انت بقيت مننا وعلينا وبقينا نصابين زي بعض، فحضرتك دي انا كنت عارضها للبيع بمليون جنيه، هي تتباع ب 2 مليون، يعني هتاخدها تكسب فيها مليون كمان في ظرف ثانيه. وانا ادي الشيك ابو 100,000 جنيه اهو بتاع الهانم يا فندم، انا بس اسبوع في باريس صد رد وراجع تاني، واول ما هرجع بعون الله هكيش لك بقيه المبلغ يا عادل بيه. مش عارف يعني، انا حاسس ان انت بتنصب علينا. طب انت معكش اي سيوله فوق ال 100,000 جنيه بتاعتنا يعني؟ معايا يا عادل بيه، معايا اهو اهو، معايا كل خير. اتفضل، ادي 50 جنيه. طب انت معاك فلوس ثانيه؟ والله يا عادل بيه دول 5 جنيه، هجيب علبه سجاير وبالباقي هركب ميكروباص وانا مروح. ماشي، انا كده معايا 100,000 و50 جنيه، اما ترجع من فرنسا تجيب الفلوس بلاش حركات. لا 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 يا عادل، مستر مصطفى ده مش نصاب خالص. ربنا يستر طريقك يا هانم، ربنا يستر طريقك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. استنى 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 يا مهرب آثار، لازم تغطي الآثار وانت بتهربها عشان ما تبانش. ربنا ربنا يستر طريقك يعني. ماشي السلام عليكم. مع ألف سلامة. سلام عليكم. حلو، ادي الشيك بتاعك اهو يا ستي، وادي 50 جنيه، دول اللي يهموني، دول تمن التمثال.